بسم الله الرحمن الرحيم، هنكمل في موضوع الصحة العامة، وهتكون محاضرة ثالثة. هنتكلم عن العدوى وانتشار الأمراض، يعني العدوى وانتشار الأمراض. هنشوف كيف تتم العدوى وكيف يتم انتشار الأمراض والطرق التي يتم فيها انتشار العدوى. لكن قبل ما نعرف العدوى وطرق مكافحتها وطرق مكافحة الأمراض، يجب أن نعرف مجموعة من التعريفات عشان أسهل ندخل فيها على الموضوع، يكون لنا تصور أكثر عن الموضوع. أول حاجة المرض الساري. المرض الساري، معنى كلمة المرض الساري هو المرض المعدي. المرض المعدي هو طبعا مرض ينتج عن، لازم لما تكلمنا الفرق بين المرض المعدي والمرض الغير معدي، هو بأنه في المرض المعدي يكون هناك مسبب، قد يكون بكتيريا أو فيروسات أو طفيليات أو إكسيا أو أيا كان. فطبعا هو مرض ينتج عن مسبب أو حتى المسبب أو منتجات المسبب السامة لهذا المسبب. طبعا قد ينتقل عن طريق من إنسان إلى إنسان، أو من حيوان إلى إنسان، أو حتى من حيوان إلى حيوان، أيضا يعتبر مرض معدي. طبعا قد تكون بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، وحنتكلم عن الطرق المباشرة وغير مباشرة بالتفصيل. بنسمع مصطلح contamination أو التلوث، بنسمع هذا المصطلح كثير. طبعا التلوث هو وجود يعني مسبب المرض أو العدوى على أسطح المواد الغير حية أو في المواد الغير حية. يعني في المواد الحية ما ينفعش يقول إنسان ملوث أو حيوان ملوث، ما بيجيش هذا التفصيل. بيجي مثلا ماء ملوث أو غذاء ملوث أو أسطح ملوثة أو كرسي ملوث، أو أحيانا بنقول أيدي ملوثة، يعني جزء، لكن ككل بينفعش يكون. إذا هي عبارة عن يعني تكونش في المواد إلا غير حية زي الماء، الطعام، الهواء، أو على أسطح الجسم أو الملابس أو حتى الأدوات المستعملة كلها، سواء في الطهي أو في غيره. إذا قلنا لما قلنا المرض المعدي يجب أن يكون هناك مسبب العدوى. إيش يعني مسبب العدوى؟ اللي هو infectious agent، وهو كائن حي دقيق، قد تكون جراثيم، طفيليات، فيروسات، فطريات لها القدرة على إحداث العدوى أو التسبب في حدوث أي مرض معدي. إذا هذه الكائنات الحية الدقيقة اللي قلنا عنها، قد تكون بكتيريا، طفيليات، فيروسات، أي نوع من أنواع الجراثيم، لديها القدرة على إحداث العدوى أو التسبب في حدوث المرض المعدي. في مصطلح آخر يمكن أنه فترة انتقال العدوى. يا جماعة قلنا أكثر من مرة بأن أنه لما أنا مثلا يدخل الفيروس في يعني في جسمي، أو مثلا أنا سلمت على واحد عنده زكام أو إنفلونزا، مش معقول لو سلمت على واحد آخر أنا بنقل له إنفلونزا. أنا لو سلمت على واحد آخر بنقل له إنفلونزا، أنا بلحقش عادي، أكيد بلحقش عادي. مش معقول أنت والله سلمت على فلان اللي عنده إنفلونزا هيك سلمت علي اليوم في نفس الساعة، إذا أنت نقلت إنفلونزا. لا، مش هيك. إذا في فترة اسمها فترة انتقال العدوى، هي فترة يمكن أن ينتقل فيها مسبب العدوى بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، من شخص مصاب بالعدوى إلى شخص آخر، أو من حيوان مصاب أو بالعدوى. يعني وهناك في فترة، في كل ميكروب له فترة انتقال العدوى، كل ميكروب له فترة في انتقال العدوى، قد تكون قصيرة أو طويلة. طبعا زي ما تكلمنا في يعني فترة انتقال الملاريا من الإنسان، نتكلم فترة العدوى، فترة انتقال العدوى من الملاريا الإنسان، هي الفترة اللي بيكون فيها مسبب العدوى، طبعا هو طفيل الملاريا ويسمى البلازميديوم. طفيل الملاريا يسمى البلازميديوم، بيكون هذا قد انتشر وأصبح موجود في اللي هو في الدم والأنسجة الأخرى للشخص المصاب، عشان يستطيع أن ينقل العدوى إلى الشخص السليم. المرض المعدي هو مرض يصيب الإنسان
ويكون ناتج عن عدوى. الماضي الماضي هو ماض باسم الإنسان، وجد فهمنا إيش يعني ناتج عن عدوى، مفهوم أنه هو ناتج عن مسبب يعني يدخل أنسات هذا الإنسان وهذا الإنسان. العدوى طبعا انفهمت، قلنا الماض الماضي انفهم، المسبب انفهم، العدوى انفهمت. العدوى إيش العدوى؟ هي دخول وتطور أو تكاثر مسبب العدوى في جسم الإنسان طبعا والحيوان، بحيث يكون هذا المسبب قادرا على احداث العدوى، قادرا على احداث العدوى. وهنا بنرجع بنقول احيانا وبنثبت الموضوع هذا، ليس كل دخول للميكروب هو عدوى، لانه ممكن يدخل الميكروب الجسم لكن بكميات قليله بحيث لا يحدث اي شيء عند الانسان، او ممكن يدخل الميكروب الجسم هذا الانسان يكون عنده مناعة، وهذه المناعة أيضا تمنع انتقال العدوى وتقتل الميكروب. فليس هذا أحيانا بيجي في استعراض، ليس كل دخول للميكروب معناته انتقال العدوى، لأن الميكروب أحيانا بيكون غير قادر على انتقال العدوى لهذا الشخص، قد يكون هذا الشخص طعم أو عنده مناعة أو كمية الفيروس تكون قليلة. في عندي حاجتين دائما بتلخبط فيهم الطلاب، في حاجة اسمها وسائط نقل العدوى وفي حاجة اسمها ناقلات المرض أو ناقلات العدوى. طبعا وسائط نقل المرض من كلمة وسائط هي أشياء غير حية، هي مواد غير حية بتكون هي بتنقل العدوى زي الماء، الهواء، الطعام، الأدوات، الأشياء الملوثة بمسبب المرض. هذه الأشياء بسموها وسائط نقل العدوى، هي اللي بتنقل المسبب المرض. لكن ناقلات العدوى شيء مختلف. اذا قلنا وسائط نقل العدوى هي مواد يعني هي مواد يعني جامده وهي غير حيه زي الماء، الهواء، الطعام، الادوات كلها. لكن لما نتكلم عن ناقلات العدوى اكيد ناقلات العدوى هي كائنات حيه، هي كائنات حيه هي عن طريق بتنتقل العدوى، وغالبا تكون زي مثلا الحشرات او غيره. وقد تكون نوعين، اذا هناك نوعين من ناقلات المرض، تقول انه هذا بيجي فيها اسئله، هناك نوعين من ناقلات المرض، قد يكون ناقل ميكانيكي او ناقل حيوي. ايش الفرق بين الناقل الميكانيكي او الالي بعدين هذا كله مع الناقل الحيوي؟ الناقل الميكانيكي الآلي زي الذباب، باقي الحشرات، القوارض، كل هذه بتروح مثلا على الفضلات، الإنسان بتروح على الفضلات وبتنقل، كان في جراثيم في الفضلات هذه بتنقل عن طريق الجناحين تاعتها، عن طريق الأرجل تاعتها بشكل ميكانيكي إلى أي إنسان. بتروح على الطعام مثلا تجلس على الطعام زي الصراصير مثلا نفس الشيء، يسموه ناقل ميكانيكي. يعني وكأنه الحشرة ليس لها دور حيوي في انتقال المرض، يعني ممكن ينتقل المرض بعدة أنواع من الحشرات، حتى بالأدوات ممكن ينتقل المرض، يعني ممكن حشرات أو قوارض أو أي نوع من الحشرات أو أي نوع من القوارض أو حتى الأدوات. لكن لما نتكلم عن الناقل الحيوي هو اسمه ناقل حيوي، يعني هذا الناقل الأساسي لهذا المرض، ولا يمكن أن ينتقل المرض إلا عن طريقه. ليش؟ لأنه بدخل في دورة حياته، بدخل في دورة حياته، مثلا زي الملاريا. الملاريا لا يمكن أن تنتقل إلا عن طريق البعوض، أو مش كل بعوض، بعوض الأنفلس فقط. إذا ليش؟ لأنه بروح على معدة الأنثى البعوض ويتكاثر فيها، وبعد ما يتكاثر فيها يكمل دورته في الإنسان، بيجعل التم مع اللعاب ومع لعاب البعوضة وينتقل إلى الإنسان. إذن الناقل الحيوان هو ناقل أساسي، ولا يمكن للمرض أن ينتقل إلا عن طريقه. ولما نتكلم عن الموضوع هذا قلنا زي اللي هو الملاريا في الإنسان، زي الملاريا في الإنسان تنتقل عن طريق البعوض، وفقط قلنا بعوض اسمه يعني نوع واحد من البعوض، في أنواع كثيرة من البعوض، في 200 نوع من البعوض، في نوع واحد من البعوض اسمه الأنوفيلس، ومش كل البعوض، فقط أنثى الأنوفيلس، أنثى البعوض الأنوفيلس هي تنقل مرض الملاريا. تصور كيف أن أنواع كثيرة من البعوض، يعني فقط
البعوض والانقى الملايا، مش كل البعوض، هناك انواع كثير من البعوض، في عندنا بعوض اسمه بعوض الانوفيلس وهذا هو البنقل، وليس كل البعوض الانوفيلس، فقط انثى بعوض الانوفيلس هي القادرة على نقل الملايا لان هي بتتغذى على الدم، تتغذى على الدم بيقولوا انه لا عشان عملية تكوين البيض، تكوين البيض هذا بياخذ يعني بروتينات كثيرة فهي تحتاج إلى الدم عشان تغذى عليه. المصطلح التاسع الباراسايتس أو الطفيليات. الطفيليات من اسمها متطفلة، طفيل هذه كلها عبارة عن كائنات حية طبعا أصلها حيواني، لا تستطيع هذه الكائنات لا تستطيع أن توفر مقوماتها الأساسية اللي زي السكن أو المأوى، زي السكن زي المأوى والغذاء، أو زي السكن والغذاء طبعا حالة فايش بتروح على مضيف آخر، على مضيف آخر عشان يعني تأخذ منه الغذاء وبتسكن فيه، زي مثلا القمل، القمل هذا متطفل أو طفيل بتروح على الإنسان في شعر الإنسان بتقعد هناك وهيك بتسكن فيها في الشعر أيضا وبتأخذ غذائها من الإنسان. لكن تكلمنا فيه أن الطفيليات داخلية وطفيليات خارجية. إذا الطفيليات تنقسم إلى نوعين من الطفيليات، وهي طفيليات داخلية وطفيليات خارجية. الطفيليات الخارجية زي ما هو تنتج على سطح جلد الإنسان من اسمها خارجية. إذا زي القمل، إيش كمان نقول القمل، القراد، الأشياء هذه كلها تعتبر البراغيث. ايضا طفيليات خارجيه. ايضا الجاب يعتبر طفيل خارجي، اذا الجاب ايش يعتبر؟ طفيل خارجي. ليش؟ لانه مع انه بيعمل انفاخ في الجلد لكن لانه يعيش في سطح الجلد او يعيش في الجلد فهو يعتبر طفيل خارجي. اما الطفيليات الداخليه كل انواع الديدان اللي بتكون في الانسان هي عباره عن طفيليات داخليه. كل انواع الديدان اللي بتعيش في القناه الهضميه وفي الخلايا ايضا تعتبر، اذا هي تعتبر يعني طفيليات داخليه. المصطلح العاشر التعريف العاشر حامل مرض. من هو حامل مرض؟ طبعا قد يكون انسان او حيوان، وهذا حامل مرض هو الشخص اللي يحمل المسبب المرض لكنه لا تظهر عليه علامات المرض. لو ظهرت عليه علامات المرض بنصير مريض، لكن ما هو حامل المرض؟ هو شخص عادي بيحمل اللي هو المسبب المرض زيه زي شخص مريض، لكن الفرق بينهم انه ايش؟ لا تظهر عليه علامات المرض. هذا الشخص حامل المرض يستطيع انه يعدي، عنده قدره على العدوى زيه زي شخص المريض، لكنه حامل المرض انه هذه المسبب المرض لم يستطع ان يعمل عنده اعراض المرض. ليش؟ الناس تقول مناعته قويه لطبيعه الانسجه لاي حاجه، اسباب كثيره بتخلي الشخص يعني الايدز ممكن يصيب شخص واحد، ممكن بعد يومين اعراض الايدز بعد اسبوعين ثلاث اعراض الايدز تبين عليه من الى اعراض معينه، بينما ناس معينين ممكن يضل 10 سنين 15 سنه لا تظهر عليه اعراض الايدز مع انه مصاب بالايدز وموجوده فيه الفيروسات بتاعت الايدز. إذن حامل المرض هو شخص، لا شخص يعني يحمل اللي هو المسبب المرض ولكنه لا تظهر عليه العدوى وهو عنده قدرة أن يعدي الناس الآخرين زيه زي الشخص المريض. وللأسف هذا أخطر على الناس من شخص المريض. يعني قلت لي واحد حامل الكورونا، وطبعا في كثير بيحمل الكورونا عندنا، يعني فقط يعني تقريبا 3% من المصابين تظهر عليهم اعراض الكورونا، يعني 97% من الناس المصابين بالكورونا لا تظهر عليهم الاعراض، يعني بتكون حامل. يعني هذا الشخص اللي بيكون هو بعطونا بوزيتيف لكن مش ظاهر عليه الاعراض، يعني بيكون ايجابي زي ما تشوفوا انتم، اقول والله هذه ان الفحص تبعه ايجابي لكن لا تظهر عليه الاعراض، هذا عنده قدره على العدوى، عنده قدره انه يعدي الناس الاخرين، وهذا في خطر على المجتمع. هو لو كل واحد الكورونا والمصاب على طول من حد ما بقح بعرف انه عنده كورونا وببتعد عنه، لكن للاسف
في ناس كثير بكون عندها كورونا وعندها لو حاملة اللي هو مسبب المرض اللي هو الفيروس المسبب المرض الفيروس الفيروس التاجي الفيروس التاجي مع هذا يعني بيكون لا تظهر الأعراض لكنه عنده قدرة إنه يعدي الناس الآخرين. إضافة إلى إنه بيقولوا إنه الشخص لما بيكونش باين على الأعراض يستطيع التحرك بسهولة إلى الخارج على التجمعات ويعدي الناس الآخرين. لكن الشخص اللي ظهر له الأعراض أنا بخاف منه وبحذر منه وببتعد عنه. إذا حامل المرض عنده قدرة إنه ينقل عدوى أكثر من الشخص المريض. وفهمنا ايش الفرق بين حامل المرض والشخص المريض. حامل المرض هو الشخص الذي يحمل هو مسبب المرض لكنه لا تظهر عليه الاعراض. بينما المريض هو شخص يعني حامل مسبب المرض وتظهر عليه، يمكن مسبب المرض معناتها هو حامل البكتيريا او الفيروسات. فترة الحضانة معنى ايش فترة الحضانة؟ اخذناها incubation period. طبعا هي الفترة الزمنية بين التعرض لمسبب العدوى وظهور أولى علامات الأعراض. يعني زي ما قلنا لكم أنا مش من أول ما أنا يصير في عندي تماس مع الفيروس أو البكتيريا على طول بصيرتي. لازم تمر فترة زمنية قد تقارب حسب نوع المرض. ويعني نقول في الكورونا من يومين إلى 5 أيام هي فترة الحضانة، من يومين إلى 5 أيام فترة الحضانة. إذا يعني الكورونا فترة الحضانة تاعتها، يعني أنا مش لو كان أنا عندي واحد عنده كورونا وأصيب بالكورونا لازم على طول تظهر علي الأعراض، لازم على الأقل يمر يومين عشان تبدأ تظهر علي الأعراض، من يومين إلى 5 أيام اللي هو فترة حضانة الكورونا. وإن كان في أشياء كثيرة لسه مش معروفة في موضوع الكورونا. مسببات الأمراض هي المسبب المرض كده من عنه هو كانت حية قد تكون جراثيم أو فيروسات إلى القدرة على إحداث المرض أو العدوى على الشخص اللي عنده قابلية للإصابة بالمرض. طبعا الشخص اللي مطعم أو الشخص اللي عنده مناعة قوية يعني حتى لو جاء مسبب مرض قد لا ينقل الحدث. طبعا لو نتكلم عن معنى كلمة وباء، الوباء epidemic والآن يعتبر يعني طولوا شوي هم لما اعتبروا انه الكورونا وباء، يعني قعدوا شهر او شهرين لما اعلنت منظمة الصحة العالمية أن الكورونا وباء. كان لازم الوباء أنه لازم يكون منتشر بشكل كبير، لا يكفي أن يكون في قرية أو في كذا منتشر مرض معين عشان تقول هذا وباء، وخصوصا يعني هو صار انديميك أسف إبديميك يعني صار عبارة عن وباء. إذا هو انتشار أي مرض بسبب عام مشترك في مجتمع أو منطقة أو بنسبة تزيد عن بوضوح. الوباء الأعلى منه الوباء هو منطقة بصير فيها يعني زي الكوليرا في اليمن هذا وباء، لكن الكورونا ليست وباء. نقول وباء مجازا لكنه جائحة. المقصود بالجائحة أنها تنتقل عبر القارات، يعني مش منطقة محددة زي اليمن مثلا فيها كوليرا، أو في البرازيل والسودان في تسيتسي مثلا اللي هو داء النوم. لا، الكورونا ليست وباء، أكثر من وباء، هي ليست وباء، هي مرض أكثر من وباء، منتشر أكثر من وباء، عشان بنسميه احنا جائحة، بنسميه ايش؟ جائحة. المرض المستوطن، طبعا ايش معنى من اسم مرض مستوطن؟ هو مرض بيكون موجود دائما في منطقة جغرافية، يعني مثلا التهاب الكبد الوبائي موجود عندنا، يعني لما يعلن واحد عنده التهاب كبد وبائي بنقمش الدنيا مقعداش وبنخفش وكذا، خلاص التهاب كبد وبائي موجود فهو مرض مستوطن موجود عندنا. التقمل انه والله انتشار قمل في البلد موجود، يعني لو واحد انت شفته عنده قمل فيعني تعتبر مرض مستوطن او مرض يعني موجود بشكل دائم. يعني البلهارسيا في مصر مرض مستوطن، البلهارسيا في مصر مرض مستوطن،
التهاب الكبد الوبائي في مصر مستوطن. لكن لو انت جيت هنا عندنا ولقيت واحد عنده بلهاسيا، اكيد هذا مصيبه، انه عندنا بلهاسيا في قطاع غزه مصيبه، لكن لانه مش موجود اساسا وهو غير مستوطن، لا نعتبره مستوطن. مفهوم؟ يعني لو قلت الانفلونزا، نعم الانفلونزا عندنا مرض مستوطن. الهيباتايتس التهاب الكبد اكيد مرض مستوطن. علم الوبائيات، اذا هذا كله يحتاج علم كامل خاص بالوبائيات، ثم ابديولوجي علم الوبائيات، صاروا يدرسوا الامراض، يدرسوا العوامل والمؤثرات التي تتحكم في هذه الامراض وانتشار الامراض المعدية وغير المعدية. اذا ما هي طرق انتقال العدوى؟ طبعا هي الطرق اللي يتمكن منها العامل المسبب، ده نتكلم عن العامل المسبب او مسبب العدوى، من يعني من شخص او من شخص مصاب بالمرض او حامل لمسبب المرض او حيوان مصاب بالمرض الى انسان سليم. اكيد طرق العدوى هنشوفها، طرق العدوى هنشوف مخطط كامل يوضح لنا كيف تنتقل العدوى من الشخص المريض او من حامل المرض الى الشخص السليم. المضيف اخذناه له مضيف الهوست، وقد يكون انسان او حيوان او طيور. طبعا الطيور والحشرات هي عباره عن حيوانات اللي بتوفر المأوى والعيش او المأوى والغذاء لمسبب العدوى، وذلك في ظروف معينة يعني مناسبة لحياتك. إذا ما هي العلاقة بين مسببات المرض؟ ما هي العلاقة بين مسببات المرض؟ طبعا في عنا آليتين أو طريقتين يعني العلاقة بين بين العامل المسبب والعائل. يا إما نفس العائل، يعني نفس المسبب البكتيريا أو الفيروسات، أو هي نفسها بتهاجم مباشرة أنسجة العائل وتغذى عليها وتكاثر فيها، أو الآلية الثانية وهي إفراز سموم داخلية أو خارجية مسببة للمرض. وغالبا هذه السموم الداخلية والخارجية بتكون يا إما عن طريق البكتيريا أو عن طريق الفطريات. الفطريات تعمل سموم، وأيضا البكتيريا ممكن تعمل سموم. يعني يا إما سموم البكتيريا ممكن تفرز سموم، أو هي آلية واحد تفرز سموم، هذه السموم بتأثر على خلايا العائل، أو انه هي نفس البكتيريا بتهاجم العائل مباشره وبتهاجم خلاياه وتتغذى عليهم وتكاثر فيهم. اذا في عندنا اليتين العلاقه بين المسبب والعائل، العلاقه بين مسببات المرض المعدي وجسم العائل. كيفيه الاصابه بالمرض؟ كيف يمكن ان يصاب الانسان بالمرض؟ قلنا لكم مع بعض كيف انه انت الانسان يكون عندك اثنين اخوه، واحد اثنين بيصابهم انفلونزا، واحد الانفلونزا بترميه اسبوع كامل، في الاسبوع كامل يعني في الفراش، بينما اخر ممكن يوم يومين ويتغلب عليها ويمشي. وقلنا هنا ايضا العلاقه بعمليه، اكيد عمليه اللي هو المناعه اللي عند الشخص الاخر وقدرته على مقاومه اللي هو المسبب. وطبعا هنا العلاقه، اذا في علاقه تحدي، وكانه في علاقه صراع بين قوتين مهمات جدا. قوه اللي هو العامل المسبب اللي قد يكون بكتيريا او فيروسات او فطريات، وقوه مناعه الجسم، وكانه هنا في صراع بين هذول القوتين. فاذا اذا تعادت القوتين هذول مش حيظهر عندنا اي نوع من الاعراض. فاذا كان وكانه المرض او الصحه أو الحمل المرضي عبارة عن نتيجة لهذه المعركة، معركة مكونة من طرفين، يا إما قوة المسبب وأيضا قوة المناعة، من ينتصر بهما؟
إذا كانت قوى المقاومة كبيرة كتير وقوى العدوى ضعيفة، فطبعا لا يحدث أي مرض، لأن المقاومة كبيرة جدا. هذا الإنسان قد يكون مطعم أو غيره، أو أنه والله عنده مقاومة، فطبعا لا تحدث أي عدوى، لا تحدث أي مرض والعدوى ولا عدوى مستكنة، يعني حتى الإنسان نفسه خلاص يعني بطيب ولا يصبح حاملا للمرض. طيب إذا كانت المقاومة كبيرة لكن ليست كبيرة جدا، هي كبيرة إلى الحد الذي يمنع قوى المقاومة من إحداث أي تغيرات مرضية. إذا كانت عادة هذول القوتين هان بنسمى أن هو صح، لا تظهر عليه أعراض المرض، لكنه عنده بصير عدوى الغير ظاهرة أو العدوى المستكنة. العدوى المستكنة يعني بصير حامل للمرض، بصير حامل لهذا المرض، إذا هو بصير حامل لهذا المرض. إذا كان قوة المقاومة مش كبيرة، كانت قوة المقاومة متوسطة، قوة العدوى أكبر منها، هان بتظهر حالات يعني المرض الخفيفة. إذا كانت قوة المقاومة ضعيفة وقوة العدوى كبيرة، هان بتظهر حالة متوسطة. إذا كان قوة المقاومة ضعيفة وقوة العدوى كبيرة جدا، هان بصير المرض الوخيم جدا المؤدي يعني خطر كبير وقد يؤدي إلى الوفاة. إذن وكأنه هذا كأنه إحنا بنفسر بالضبط كيف يعني المناعة ودورها في مقاومة، يعني المناعة لها درجات، كل ما كانت مناعة أقوى كل ما كان أحسن، يعني أحسن حاجة مناعة لما يكون هذا الشخص مطعم أكيد مناعته كويسة، بيتغذى جيدا أيضا مناعته بتكون جيدة جدا وقوته كويسة. إذن احنا خلينا هذه المحاضرة الثالثة خلينا نقف لها. بسم الله الرحمن الرحيم، هنكمل في موضوع الصحة العامة، وهذه تكون المحاضرة الثالثة. هنتكلم عن العدوى وانتشار الأمراض، يعني العدوى وانتشار الأمراض، هنشوف كيف تتم العدوى وكيف يتم انتشار الأمراض والطرق التي يتم فيها انتشار العدوى. لكن قبل ما نعرف العدوى وطرق مكافحتها وطرق مكافحة الأمراض، يجب أن نعرف مجموعة من التعريفات عشان أسهل ندخل فيها على الموضوع، يكون لنا تصور أكثر عن الموضوع. أول حاجة المرض الساري. المرض الساري معناه كلمة المرض الساري هو المرض المعدي. المرض المعدي هو طبعا مرض ينتج عن، لازم لما تكلمنا الفرق بين المرض المعدي والمرض الغير معدي، هو بأنه في المرض المعدي يكون هناك مسبب، قد يكون بكتيريا أو فيروسات أو طفيليات أو إكسيا أو أيا كان، فطبعا هو مرض ينتج عن مسبب أو حتى المسبب منتجات السامة لهذا المسبب. طبعا قد ينتقل عن طريق من إنسان إلى إنسان أو من حيوان إلى إنسان أو حتى من حيوان إلى حيوان، أيضا يعتبر مرض معدي. طبعا قد تكون بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، وحنتكلم عن طرق مباشرة وغير مباشرة بالتفصيل. بنسمع مصطلح contamination أو التلوث، بنسمع هذا المصطلح كثير. طبعا التلوث هو وجود يعني مسبب المرض أو العدوى على أسطح المواد الغير حية أو في المواد الغير حية، يعني في المواد الحية ما ينفعش يقول إنسان ملوث أو حيوان ملوث، ما بيجيش هذا التفصيل، بيجي مثلا ماء ملوث أو غذاء ملوث أو أسطح ملوثة أو كرسي ملوث أو أحيانا بنقول أيدي ملوثة، يعني جزء لكن ككل ما ينفعش يكون. إذا هي عبارة عن يعني تكونش في المواد إلا غير حية زي الماء الطعام الهواء أو على أسطح الجسم أو الملابس أو حتى الأدوات المستعملة كلها سواء في الطهي أو في غيره. إذن قلنا لما قلنا المرض معدي يجب أن يكون هناك مسبب العدوى. إيش يعني مسبب العدوى؟ اللي هو infectious agent، وهو كائن حي دقيق، قد تكون جراثيم، طفيليات، فيروسات، فطريات لها القدرة على إحداث العدوى أو التسبب في حدوث أي مرض معدي. إذن هذه الكائنات الحية الدقيقة اللي قلنا عنها قد تكون بكتيريا، طفيليات، فيروسات،
أي نوع من أنواع الجراثيم لديها القدرة على إحداث العدوى أو التسبب في حدوث المرض المعدي. في مصطلح آخر يمكن نفترة انتقال العدوى. يا جماعة قلنا أكثر من مرة بأن أنه لما أنا مثلا يدخل الفيروس في يعني في جسمي، أو مثلا أنا سلمت على واحد عنده زكام أو إنفلونزا، مش معقول لو سلمت على واحد آخر أنا بنقل له إنفلونزا. أنا لو سلمت على واحد آخر بنقل له إنفلونزا، أنا بلحقش قعدي، أكيد بلحقش قعدي. مش معقول أنت والله سلمت على فلان اللي عنده إنفلونزا هيك سلمت علي اليوم في نفس الساعة، إذا أنت نقلت إنفلونزا. لا مش هيك. إذا في فترة اسمها فترة انتقال العدوى، هي فترة يمكن أن ينتقل فيها مسبب العدوى بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، من شخص مصاب بالعدوى إلى شخص آخر، أو من حيوان مصاب أو بلغ. يعني وهناك في فترة، في كل ميكروب له فترة انتقال العدوى، كل ميكروب له فترة في انتقال العدوى قد تكون قصيرة أو طويلة. طبعا زي ما تكلمنا في يعني فترة انتقال الملاريا من الإنسان، نتكلم فترة العدوى، فترة انتقال العدوى من ملاريا الإنسان هي الفترة اللي بيكون فيها مسبب العدوى، طبعا هو طفيل الملاريا ويسمى البلازميديوم. طفيل الملاريا يسمى البلازميديوم، بكون هذا قد انتشر وأصبح موجود في اللي هو في الدم والأنسجة الأخرى للشخص المصاب عشان يستطيع أن ينقل العدوى إلى الشخص السليم. المرض المعدي هو مرض يصيب الإنسان ويكون ناتج عن عدوى. المرض المعدي هو مرض يصيب الإنسان، وقد فهمنا إيش يعني ناتج عن عدوى، مفهوم أنه ناتج عن مسبب يعني يدخل أنسجة هذا الإنسان. العدوى طبعا انفهمت، قلنا المرض ما انفهم، المسبب انفهم، العدوى انفهمت. العدوى ايش العدوى؟ هي دخول وتطور او تكاثر مسبب العدوى في جسم الانسان طبعا والحيوان، بحيث يكون هذا المسبب قادرا على احداث العدوى، قادرا على احداث العدوى. وهنا بنرجع بنقول احيانا وبنثبت الموضوع هذا، ليس كل دخول للميكروب هو عدوى، لأنه ممكن يدخل ميكروب الجسم لكن بكميات قليلة بحيث لا يحدث أي شيء عند الإنسان، أو ممكن يدخل الميكروب الجسم هذا الإنسان يكون عنده مناعة وهذه المناعة أيضا تمنع انتقال العدوى وتقتل الميكروب. فليس هذا أحيانا بيجي في استعراض، ليس كل دخول للميكروب معناته انتقال العدوى، لأن الميكروب أحيانا بكون غير قادر على انتقال العدوى لهذا الشخص، قد يكون هذا الشخص انطعم أو عنده مناعة أو كمية الفيروس تكون قليلة. في عندي حاجتين دائما نتلخبط فيهم الطلاب، في حاجة اسمها وسائط نقل العدوى وفي حاجة اسمها ناقلات المرض أو ناقلات العدوى. طبعا وسائط نقل المرض من كلمة وسائط هي أشياء غير حية، هي مواد غير حية بتكون هي بتنقل العدوى زي الماء، الهواء، الطعام، الأدوات، الأشياء الملوثة بمسبب المرض. هذه الأشياء بسموها وسائط نقل العدوى، هي اللي بتنقل الهواء المسبب المرض. لكن ناقلات العدوى شيء مختلف. إذا قلنا وسائط نقل العدوى هي مواد يعني هي مواد يعني جامدة وهي غير حية زي الماء، الهواء، الطعام، الأدوات كلها. لكن لما نتكلم عن ناقلات عدوى، أكيد ناقلات عدوى هي كائنات حية، هي كائنات حية، هي عن طريق بتنتقل العدوى، وغالبا بتكون زي مثلا الحشرات أو غيره. وقد تكون نوعين، إذا هناك نوعين من ناقلات المرض، تقول أنه هذا بيجي فيها سبع، هناك نوعين من ناقلات المرض، قد يكون ناقل ميكانيكي أو ناقل حيوي. إيش الفرق بين الناقل الميكانيكي أو الآلي بعدين هذا كله مع الناقل الحيوي؟ الناقل الميكانيكي الآلي زي الذباب،
الذبابة، باقي الحشرات، القوارض، كل هذه بتروح مثلا على الفضلات، الإنسان بتروح على الفضلات وبتنقل، كان في جراثيم في الفضلات هذه بتنقل عن طريق الجناحين تاعتها، عن طريق الأرجل تاعتها بشكل ميكانيكي إلى أي إنسان. بتروح على الطعام مثلا، تجلس على الطعام زي الصراصير مثلا، نفس الشيء، هذا يسمونه ناقل ميكانيكي. يعني وكأنه الحشرة ليس لها دور حيوي في انتقال المرض. يعني ممكن ينتقل المرض بعدة أنواع من الحشرات، حتى بالأدوات ممكن ينتقل المرض، يعني ممكن حشرات أو قوارض أو أي نوع من الحشرات أو أي نوع من القوارض أو حتى الأدوات. لكن لما نتكلم عن الناقل الحيوي، هو اسمه ناقل حيوي، يعني هذا الناقل الأساسي لهذا المرض، ولا يمكن أن ينتقل المرض إلا عن طريقه. ليش؟ لأنه بيدخل في دورة حياته، بيدخل في دورة حياته، مثلا زي الملاريا. الملاريا لا يمكن أن تنتقل إلا عن طريق البعوض، ومش كل بعوض، بعوض الأنفرس فقط. إذا ليش؟ لأنه بيروح على معدة الأنثى البعوض ويتكاثر فيها، وبعد ما يتكاثر فيها يكمل دورته في الإنسان، بيجعل التم مع اللعاب ومع لعاب البعوضة وينتقل إلى الإنسان. إذا الناقل الحيوان هو ناقل أساسي، ولا يمكن للمرض أن ينتقل إلا عن طريقه. ولما نتكلم عن الموضوع هذا قلنا زي اللي هو الملاريا في الإنسان، زي الملاريا في الإنسان تنتقل عن طريق البعوض، وفقط قلنا بعوض اسمه يعني نوع واحد من البعوض. في أنواع كثيرة من البعوض، في 200 نوع من البعوض، في نوع واحد من البعوض اسمه الأنوفيلاس. الأنوفيلاس ومش كل البعوض، فقط أنثى الأنوفيلاس، أنثى البعوض الأنوفيلاس هي اللي تنقل مرض الملاريا. تصوروا كيف أن أنواع كثير من البعوض، يعني فقط البعوض هو اللي ينقل الملاريا، مش كل البعوض، هناك أنواع كثير من البعوض. في عندنا بعوض اسمه بعوض الأنوفيلاس، وهذا هو اللي بينقل، وليس كل البعوض الأنوفيلاس، فقط أنثى بعوض الأنوفيلاس هي القادرة على نقل الملاريا، لأن هي بتتغذى على الدم، بتتغذى على الدم، بيقولوا إنه لا، عشان عملية اللي هو تكوين البيض، تكوين البيض هذا بياخذ يعني بروتينات كثيرة، فهي تحتاج إلى الدم عشان تتغذى عليه. المصطلح التاسع البارازايتس أو الطفيليات. الطفيليات من اسمها متطفلة، طفيل، هذه كلها عبارة عن كائنات حية، طبعا أصلها حيواني، لا تستطيع، هذه الكائنات لا تستطيع أن توفر مقوماتها الأساسية اللي زي السكن أو المأوى، زي السكن زي المأوى والغذاء، أو زي السكن والغذاء طبعا لحالها، فايش بتروح على مضيف آخر، على مضيف آخر عشان يعني تأخذ منه الغذاء وبتسكن فيه، زي مثلا القمل، القمل هذا متطفل او طفيل، بتروح على الانسان في شعر الانسان، بتقعد هناك وهيك بتسكن فيه، هي فيها في الشعر ايضا، وبتاخذ غذائها من الانسان. لكن تكلمنا فيه ان الطفيليات داخليه وطفيليات خارجيه. اذا الطفيليات تنقسم الى نوعين من الطفيليات، وهي طفيليات داخليه وطفيليات خارجيه. الطفيليات الخارجيه زي ما هو تنتش على سطح جلد الإنسان، من اسمها خارجية. إذا زي القمل، إيش كمان نقول، القمل، القراد، الأشياء هذه كلها تعتبر، البراغيث أيضا طفيليات خارجية. أيضا الجاب يعتبر طفيل خارجي. إذا الجاب إيش يعتبر؟ طفيل خارجي. ليش؟ لأنه مع أنه بيعمل أنفاخ في الجلد، لكن لأنه يعيش في سطح الجلد او يعيش في الجلد، فهو يعتبر طفيل خارجي. اما الطفيليات الداخليه، كل انواع الديدان اللي بتكون في الانسان هي عباره عن طفيليات داخليه. كل انواع الديدان اللي بتعيش في القناه الهضميه وفي الخلايا ايضا تعتبر، اذا هي تعتبر يعني طفيليات داخليه. البوستان العاشر، التعريف العاشر، حامل المرض. من هو حامل المرض؟ طبعا قد يكون إنسان أو حيوان، وهذا حامل المرض هو الشخص اللي يحمل المسبب المرض لكنه لا تظهر عليه علامات المرض. لو ظهرت عليه علامات المرض بصير مريض،
لكن ما هو حامل مرض، هو شخص عادي بيحمل اللي هو المسبب المرض زيه زي الشخص المريض، لكن الفرق بينهم انه ايش؟ لا تظهر عليه علامات المرض. هذا الشخص حامل المرض يستطيع انه يعدي، عنده قدرة على العدوى زيه زي شخص المريض، لكنه حامل المرض انه هذه المسبب المرض لم يستطع ان يعمل عنده اعراض المرض. ليش؟ الناس تقول مناعته قوية لطبيعة الأنسجة لأي حاجة، أسباب كثيرة بتخلي الشخص يعني الإيدز ممكن يصيب شخص واحد، ممكن بعد يومين أعراض الإيدز، بعد أسبوعين ثلاثة أعراض الإيدز تبين عليه من إلى أعراض معينة، بينما ناس معينين ممكن يضل 10 سنين 15 سنة لا تظهر عليه أعراض الإيدز مع أنه مصاب بالإيدز وموجودة فيه الفيروسات بتاعت الإيدز. إذا حامل المرض هو شخص، لا شخص يعني يحمل اللي هو المسبب المرض ولكنه لا تظهر عليه العدوى، وهو عنده قدرة أن يعدي الناس الآخرين زيه زي الشخص المريض. وللأسف هذا أخطر على الناس من الشخص المريض. يعني جيت لي واحد حامل الكورونا، وطبعا في كثير بيحمل الكورونا عندنا، يعني فقط يعني تقريبا 3% من المصابين تظهر عليهم اعراض الكورونا، يعني 97% من الناس المصابين بالكورونا لا تظهر على الاعراض، يعني بتكون حامل. يعني هذا الشخص اللي بيكون هو بيعطونا بوزيتيف لكن مش ظاهر عليه الاعراض، يعني بيكون ايجابي زي ما تشوفوا انتم، اقول والله هذه ان الفحص تبعه ايجابي لكن لا تظهر عليه الاعراض، هذا عنده قدره على العدوى، عنده قدره انه يعدي الناس الاخرين، وهذا في خطر على المجتمع. هو لو كل واحد الكورونا والمصاب على طول من حد ما بقح بعرف انه عنده كورونا وببتعد عنه، لكن للاسف في ناس كثير بكون عندها كورونا وعندها لو حامله اللي هو مسبب المرض الفيروس، المسبب المرض الفيروس التاجي، مع هذا يعني بيكون لا تظهر الأعراض لكنه عنده قدرة أنه يعدي الناس الآخرين. إضافة إلى أنه بيقولوا أنه الشخص لما بكونش بين على الأعراض يستطيع التحرك بسهولة إلى الخارج على التجمعات ويعدي الناس الآخرين، لكن الشخص اللي ظهر الأعراض أنا بخاف منه وبحذر منه وببتعد عنه. إذا حامل المرض عنده قدرة أنه ينقل عدوى أكثر من الشخص المريض. وفهمنا ايش الفرق بين حامل المرض والشخص المريض. حامل المرض هو الشخص الذي يحمل هو مسبب المرض لكنه لا تظهر عليه الاعراض، بينما المريض هو شخص يعني حامل مسبب المرض وتظهر عليه، يمكن مسبب المرض معناته هو حامل البكتيريا او الفيروسات. فتره الحضانه، معنى ايش فتره الحضانه؟ اخذناها انكوبيشن بيريود، طبعا هي الفترة الزمنية بين التعرض لمسبب العدوى وظهور أولى علامات الأعراض. يعني زي ما قلنا لكم أنا مش من أول ما أنا يصير في عندي تماس مع الفيروس أو البكتيريا على طول بصيرتي، لازم تمر فترة زمنية قد تقارب حسب نوع المرض. ويعني نقول في الكورونا من يومين إلى 5 أيام هي فترة الحضانة، من يومين إلى 5 أيام فترة الحضانة. إذا يعني الكورونا فترة الحضانة تاعتها، يعني أنا مش لو كان أنا عندي واحد عنده كورونا وأصيب بالكورونا لازم على طول تظهر علي الأعراض، لازم على الأقل يمر يومين عشان تبدأ تظهر علي الأعراض، من يومين إلى 5 أيام اللي هو فترة حضانة الكورونا، وإن كان في أشياء كثيرة لسه مش معروفة في موضوع الكورونا. مسببات الأمراض، هي المسبب المرض كلامنا عنه هو الكائنات الحية، قد تكون جراثيم أو فيروسات إلها القدرة على إحداث المرض أو العدوى على الشخص اللي عنده قابلية للإصابة بالمرض. طبعا الشخص اللي مطعم أو الشخص اللي عنده مناعة قوية يعني حتى لو جاء مسبب مرض قد لا ينقل الحدث. طبعا لو نتكلم عن معنى كلمة وباء، الوباء epidemic، والآن يعتبر يعني طولوا شوي هم لما اعتبروا انه الكورونا وباء،
يعني قعدوا شهر أو شهرين لما أعلنت منظمة الصحة العالمية أن الكورونا وباء، كان لازم الوباء أنه لازم يكون منتشر بشكل كبير، لا يكفي أن يكون في قرية أو في كذا منتشر مرض معين عشان تقول هذا وباء، وخصوصا يعني هو صار انديميك، أسف ابديميك، يعني صار عبارة عن وباء. إذا هو انتشار أي مرض بسبب عام مشترك في مجتمع أو منطقة أو بنسبة تزيد عن بوضوح. الوباء الأعلى منه، الوباء هو منطقة بصير فيها يعني زي الكوليرا في اليمن، هذا وباء. لكن الكورونا ليست وباء، نقول وباء مجازا، لكنه جائحة. المقصود بالجائحة أنها تنتقل عبر القارات، يعني مش منطقة محددة زي اليمن مثلا فيها كوليرا، أو في البرازيل والسودان في تسيتسي مثلا اللي هو داء النوم. لا، الكورونا ليست وباء، أكثر من وباء، هي ليست وباء، هي مرض أكثر من وباء، منتشر أكثر من وباء، عشان بنسميه احنا جائحة، بنسميه ايش؟ جائحة. المرض المستوطن، طبعا ايش معنى من اسم مرض مستوطن؟ هو مرض بيكون موجود دائما في منطقة جغرافية، يعني مثلا التهاب الكبد الوبائي موجود عندنا، يعني لما يعلن واحد عنده التهاب كبد وبائي بنقمش الدنيا ومقعداش وبنخافش وكذا، خلاص التهاب كبد وبائي موجود، فهو مرض مستوطن موجود عندنا. التقمل انه والله انتشار قمل في البلد موجود، يعني لو واحد شفته عنده قمل فيعني تعتبر مرض مستوطن او مرض موجود بشكل دائم. يعني البلهارسيه في مصر مرض مستوطن، البلهارسيه في مصر مرض مستوطن، التهاب الكبد الوبائي في مصر مرض مستوطن. لكن لو انت جيت هنا عندنا ولقيت واحد عنده بلهارسيه، اكيد هذا مصيبه، انه عندنا بلهارسيه في قطاع غزه مصيبه، لكن لانه مش موجود اساسا وهو غير مستوطن لا نعتبره مستوطن، مفهوم؟ يعني لو قلت انفلونزا، نعم الانفلونزا عندنا مرض مستوطن. الهيباتايتس التهاب الكبد اكيد مرض مستوطن. الوبائيات، اذا هذا كله يحتاج علم كامل خاص بالوبائيات، ثم ابديمولوجي علم الوبائيات، صاروا يدرسوا الامراض، يدرسوا العوامل والمؤثرات اللي تتحكم في هذه الامراض وانتشار الامراض المعديه وغير المعديه. إذا ما هي طرق انتقال العدوى؟ طبعا هي الطرق اللي يتمكن منها العامل المسبب، ده نتكلم عن العامل المسبب أو مسبب العدوى، من يعني من شخص أو من شخص مصاب بالمرض او حامل لمسبب المرض او حيوان مصاب بالمرض الى انسان سليم. اكيد طرق العدوى هنشوفها، طرق العدوى هنشوف مخطط كامل يوضح لنا كيف تنتقل العدوى من الشخص المريض او من حامل المرض الى الشخص السليم. المضيف اخذنا له المضيف الهوست، وقد يكون انسان أو حيوان أو طيور، طبعا الطيور والحشرات هي عبارة عن حيوانات اللي بتوفر المأوى والعيش أو المأوى والغذاء لمسبب العدوى، وذلك في ظروف معينة يعني مناسبة لحياتك. إذا ما هي العلاقة بين مسببات المرض؟ ما هي العلاقة بين مسببات المرض؟ طبعا في عنا آليتين أو طريقتين ل يعني العلاقة بين بين العامل المسبب والعائل. يا إما نفس العائل، يعني نفس المسبب البكتيريا أو الفيروسات أو هي نفسها بتهاجم مباشرة الأنسجة العائل، تغذى عليها وتكاثر فيها، أو الآلية الثانية وهي إفراز سموم داخلية أو خارجية مسببة للمرض.
وغالبا السموم الداخليه والخارجيه بتكون يا اما عن طريق البكتيريا او عن طريق الفطريات. الفطريات تعمل سموم، وايضا اللي هو البكتيريا ممكن تعمل سموم. يعني يا اما سموم بكتيريا، البكتيريا ممكن تفرز سموم، او هي آلية واحد تفرز سموم، هذه السموم بتاثر على خلايا العائل، او انه هي نفس البكتيريا بتهاجم العائل مباشره وبتهاجم خلاياه وتتغذى عليهم وتتكاثر فيهم. اذا في عندنا آليتين للعلاقه بين اللي هو المسبب والعائل، العلاقه بين مسببات المرض الماضي وجسم العائل. كيفيه الاصابه بالمرض الماضي، كيف يمكن ان يصاب الانسان بالمرض الماضي؟ قلنا لكم مع بعض كيف انه انت انسان يكون عندك اثنين اخوه، واحد اثنين بيصابهم انفلونزا، واحد الانفلونزا بترميه اسبوع كامل، في الاسبوع كامل يعني في الفراش، بينما اخر ممكن يوم يومين ويتغلب عليها ويمشي. وقلنا هنا ايضا العلاقه بعمليه، اكيد عمليه اللي هو المناعه اللي عند الشخص الاخر وقدرته على مقاومه اللي هو المسبب. وطبعا هنا العلاقه، اذا في علاقه تحدي وكانه في علاقه صراع بين قوتين مهمات جدا. قوه اللي هو العامل المسبب اللي قد يكون بكتيريا او فيروسات او فطريات، وقوه مناعه الجسم، وكانه هنا في صراع بين هذول القوتين. فاذا تعادت القوتين هذول مش حيظهر عندنا اي نوع من الاعراض. فاذا كان وكانه المرض او الصحه او الحامل المرض هي عباره عن نتيجه لهذه المعركه، معركه مكونه من طرفين، يا اما قوه المسبب وايضا قوه المناعه، من ينتصر بهما؟ اذا كانت قوه المقاومه كبيره كثير وقوى العدوى ضعيفة، فطبعا لا يحدث أي مرض لأن المقاومة كبيرة جدا. هذا الإنسان قد يكون مطعم أو غيره، أو أنه والله عنده مقاومة، فطبعا لا تحدث أي عدوى، لا تحدث أي مرض، والعدوى ولا عدوى مستكنة، يعني حتى الإنسان نفسه خلاص يعني بطيب ولا يصبح حاملا للمرض. طيب إذا كانت المقاومة كبيرة لكن ليست كبيرة جدا، هي كبيرة إلى الحد الذي يمنع قوى المقاومة من إحداث أي تغيرات مرضية. إذا كانت عادة هذول القوتين هان بنسمى أنه هو صح، لا تظهر عليه أعراض المرض، لكنه عنده بصير عدوى الغير ظاهرة أو العدوى المستكنة. العدوى المستكنة يعني بصير حامل للمرض، بصير حامل لهذا المرض. إذا هو بصير حامل لهذا المرض. إذا كان قوة المقاومة مش كبيرة، كانت قوة مقاومة متوسطة، قوة العدوى أكبر منها، هان بتظهر حالات يعني المرض الخفيفة. إذا كانت قوة المقاومة ضعيفة وقوة العدوى كبيرة، هان بتظهر حالة متوسطة. إذا كانت قوة المقاومة ضعيفة وقوة العدوى كبيرة جدا، هان بصير المرض الوخيم جدا المؤدي يعني خطر كبير وقد يؤدي إلى الوفاة. إذا وكأنه هذا كأنه احنا بنفسر بالضبط كيف يعني المناعة ودورها في مقاومة، يعني المناعة لها درجات، كل ما كانت مناعة أقوى كل ما كان أحسن. يعني أحسن حاجة مناعة لما يكون هذا الشخص مطعم، أكيد مناعته كويسة، بيتغذى جيدا، أيضا مناعته بتكون جيدة جدا وقوته كويسة. إذا احنا خلينا هذه المحاضرة الثالثة خلينا نقف